صافي هانتوما السيدات، داك السيد دابا غادي نديرها البصله، مقطعه البصله حتى هي تقريبات صغار، البصله حتى تقريبات رقاق، غنديكم الشحال ديال البصله كبيره وكاين كاين ديك البصله صغيره، صافا قالت لي اختي انا مكنديرش البصله في الحوت، انا قلت لها كندير البصله كتعجبني انا البصله في الحوت. صافي هاهي السيد ندير البصله في السيد بحال هكا، شويه ديال شويه ديال كت شويه هذا باش يبان لكم كلشي مزيان. هانتوما غادي ندير الشعر بالجبد الملحه وجبد الكزبره كاملين ديال البزار بزار ما كزبر شويه ديال الملحه والبصله البصله لتحت كندير البصله الشكل اللي كنديرنا في الطاجين البصله لتحت والزيت كندير خيزو ها هو هذا كنت تطلع الفراشة كاين تحت ماي غادي ندير الطاجين كامل ونقص عليه شويه البوطه بس زدت ليه دابا باش يطلع هاد الملاي طلع نقص عليه البوطه كيف شويه صافي كندير البوطه حيت بنتي مكضربش ليها الحبس وحده من وحده من البنات مكضربش ليها الحبس مكشاش درت ليها البطاطا ندير وحده صغيرة ندير اللحم البصيلي حتى هو الفوق اللحم البصيلي عرفتي شي اللحم واحد على هاد البلاصة ندير الزيت حتى هو كلشي يطيب
خاصني دابا في الفرحة راه فاش بقات الثلج ولا لا فاش بقى الله يدير فينا شاط ليا ديال ماتيشا غادي ناخدو ونحكو ونديرو الفوق يلا غادي ناخد هاد النص غادي نديرو الفوق كيتكا مالك اللي تكمل يلا صافي نكمل ندير واحد نحن المارش ندير هذا شوف الطاجين درت ليه بطاطا ودرت ليه خيزو المهم داكشي حيت البطاطا ما كنديرهاش ولا كندير تاع البنت حيت ما كتاكلش ليا الحوت دابا تقير بطاطا وخيزو هذا ما كان صافي الله بالصحه والراحه نتمنى يعجبكم بالصحه والراحه نمشي نغسل وجهي درت ليه واحد البوماده ما غسلتو الله